للصائم فرحتان. هذا خبر نبوي أن الصائم موعود بفرحتين. الفرحة الأولى إذا أفطر فرح، هذا الفرح طبيعي وهو فرح شرعي، فرح طبيعي لأن الإنسان إذا ذهب وقت منعه مما يحب سر وابتهج، هذا واحد، هذا طبيعي، وفرح شرعي لأنه أتم ما أمره الله تعالى به. الفرح الطبيعي لأنه أذن له فيما منع منه، والفرح الشرعي أنه إيش؟ أتم ما أمره الله تعالى به من الصيام. إذا غربت الشمس وأفطرت فرحت بهذا، لماذا؟ لأن الله يسر لك صيام هذا اليوم سواء كان واجبا أو مستحبا، ولأن الله أذن لك فيما أحل لك بعد أن كنت ممنوعا منه في وقت صيامك. يفرح الإنسان أو لا يفرح؟ يفرح. ولذلك تجد أن غالب الناس تبتهج نفوسهم في وقت الفطر ويجدون نشاطا وقوة وسرورا. السبب في هذا هو هذه الفرحة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، للصائم فرحتان، فرحة يفرحهما إذا أفطر فرح، وهذا فرح معجل، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفرحة بطاعته. الثاني فرح مؤجل وهو ما ذكره، وإذا لقي ربه فرح بصومه، فرح بصومه، فرح بما كان من صالح عمله، فرح بما كابده وصابر على تحصيله من صيام فرض أو صيام نفل، يفرح بذلك لعظيم ما يجده من الأجر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وهذا يدل على عظيم ما يدركه بصيامه من الثواب والأجر عند رب العالمين.